شبكة دير الزور 24 تقدم بحثها بعنوان الحالة العشائرية في دير الزور، واقعها ومآلاتها، العقيدات والبقارة، الجزء الأول. يرتكز البحث على محاولة فهم الحالة العشائرية في بيئة ومجتمع دير الزور العشائري، ويتناول في هذا الجزء عشيرتي العقيدات والبقارة. يتناول البحث واقع ومآلات الحالة العشائرية عبر تحديد وفهم الحالة العشائرية في بيئة دير الزور، وإبراز علاقة العشائر مع مختلف القوى الإقليمية والدولية والمحلية. يقدم البحث خرائط حول توزع العشائر الرئيسية في دير الزور، وكذلك توزع القوى العسكرية فيها. يقدم البحث في النهاية مجموعة توصيات ومقترحات، من أبرزها: العشائرية اليوم هي حقيقة قائمة، وعلى جميع القوى وصناع القرار معاملتها بمبدأ الاحترام ومبدأ الحق والواجب. على القوى المسيطرة الكف عن التعامل مع العشائر والعشائرية كمطية لتنفيذ أجنداتها، ومحاولة العمل على الهموم والمشكلات الحقيقية لهذا المجتمع. العمل على المشاريع التنموية في دير الزور، وبخاصة إعادة تأهيل البنية التحتية. عدم الاكتفاء بالتعامل مع شيوخ العشائر وحدهم، والالتفات إلى أبناء العشائر من أصحاب الكفاءات والفعاليات المدنية بما يخدم الصالح العام. التركيز على إشاعة التعليم، وبخاصة في المناطق التي تم تدمير البنية التحتية فيها، وبخاصة في قطاع التعليم.